بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنستعرض عليكم تحديث ويندوز 11 الجديد الاصدار 22631.21.91 المتوفر الان لنسخه بيتا الاصدار 23 اتش 2. ياتي هذا التحديث اولا باضافه تغير جديد على جزء التفاصيل في مستكشف الملفات. طبعا ممكن تلاقي بعض الميزات كنا استعرضناها قبل كده في نسخة ديف، نسخة المطورين، لكن طبعا الميزات اولا لمن لا يعرف بتتوفر اولا لنسخة ديف، وعند تأكيدها او استقرارها بتتوفر لنسخة بيتا. فطبعا ده امر طبيعي لان الميزات اللي بيتم تطويرها عشان بعد ذلك تضاف لويندوز 11 في الاصدارات المستقرة بتكون بشكل تسلسلي، اولا في قناة كناري، بعد ذلك قناة ديف، ثم قناة بيتا، بعد ذلك قناة ريليز، ومن ثم بيتم طرحها او توفير مثل هذه الميزات في ويندوز 11 في التحديثات الرئيسية او في التحديثات السنوية. بالنسبة لجزء التفاصيل فتم اضافة المزيد من حقول التفاصيل لعرضها داخل مستكشف الملفات عند الضغط على اي ملفات موجودة عندك بما في ذلك او الجديد. دلوقتي في حقول جديدة بالنسبة لمحركات الأقراص بتظهر ليك زي ما انتم شايفين نوع القرص، المساحة المستخدمة والمساحة الخالية وإجمالي المساحة ونوع الملفات لهذا القسم، كذلك الحال خاصية البيت لوكر إن كانت مفعلة أو كانت معطلة. فطبعا مايكروسوفت بتعمل على هذا الجزء بحيث انك تقدر تعرف المزيد من تفاصيل الملفات فقط بمجرد الضغط عليها دون الحاجة إلى فتح هذه الملفات، فطبعا ده أمر مهم جدا. بما في ذلك أيضا تم توفير لويندوز 11 نسخة بيتا الإصدار 23 اتش 2 مساعد ويندوز المركزي للذكاء الاصطناعي. طبعا كنا استعرضنا كثيرا فمفيش داعي لاستعراضه، لكن في هذا التحديث هيكون عندك الكوبايلوت مساعد الويندوز للذكاء الاصطناعي. ولو بعد التحديث ده مظهرش عندك ففي شرح اسفل الفيديو لطريقه بسيطه جدا لتمكينه على ويندوز 11 بيتا. ايضا ياتي هذا التحديث بدعم ويندوز 11 لخلفيات ال HDR بتنسيق ال GXR، يعني دلوقتي لو ان جهازك بيدعم تقنيه ال HDR تقدر انك تستخدم او تعين خلفيات ال HDR عندك كخلفيات على سطح المكتب. بما في ذلك لو انك من مستخدمين الويندوز 365 انظمه التشغيل السحابيه فمايكروسوفت وفرت خدمة ويندوز 365 سويتش تقدر انك تشترك فيها، وعليه هيكون عندك القدرة من التنقل بشكل عادي جدا من داخل الويندوز او من سطح المكتب ما بين سطح المكتب السحابي وسطح المكتب العادي المحلي باستخدام الطريقة العادية او الاعتيادية لعرض المهام على ويندوز 11. طبعا لو حابب تعرف اكتر عن الخدمة الجديدة او عن الويندوز 365 فهسيب لك مقال رسمي توضيحي عن هذه الخدمة او هذه الخاصية هيكون موجود اسفل الفيديو تقدر انك تعرف من خلاله تفاصيل اكتر عن هذه الخاصية. ايضا تم اضافة ايقونة المشاركة داخل مستكشف الملفات عند الضغط كليك يمين على ملف بحيث انك تقدر او تسهل عليك عملية المشاركة والعثور على مشاركة الملفات من داخل مستكشف الملفات. بما في ذلك هيكون في عندك ايقونة مشاركة ايضا موجودة اعلى قائمة السياق طبعا لتسهيل العثور على خاصية مشاركة الملفات المحلية على الويندوز اللي ايضا تم اعادة تصميمها بشكل ونمط جديد متوافق مع لغة تصميم ويندوز 11. بما في ذلك تم إضافة تغير جديد على القسم الموصى به في قائمة ابدأ بعد هذا التحديث في القسم الموصى به الريكومندد. لو انك مريت بمؤشر الماوس على اي ملف فيظهر ليك تلميح من خلاله تقدر انك تعرض صورة مصغرة لمحتوى هذا الملف او تعرف معلومات عن هذا الملف. طبعا الصورة المصغرة لا تعمل في هذا الوقت، لكن في التحديثات المستقبلية هيكون او هتعمل معاك الصورة المصغرة في خدمة او في خاصية التلميحات الجديدة للملفات او في القسم الموصى به. فطبعا ده هيكون امر مميز جدا للملفات المفتوحة حديثا من خلاله او من خلال هذه النافذة بتقدر انك تعرف محتوى هذا الملف او تعرف معلومات عن هذا الملف، تاريخ استخدام الملف او معلومات عن الملف او موقع تخزين هذا الملف. ايضا في هذا التحديث تم اضافة القدرة من الوصول الصوتي او التحكم الصوتي في شاشة تسجيل الدخول بحيث ان يكون عندك القدرة من التحكم الصوتي او التبدل ما بين حسابات المستخدمين من شاشة تسجيل الدخول او تسجيل الدخول ايضا باستخدام الصوت. وايضا تم اضافة اعداد لتمكين هذه الخاصية
من خلال الاعدادات سيتنجز، بعد ذلك اكسسبيليتي امكانيه الوصول، ثم بعد ذلك تبويب او هتنزل للاسفل تبويب سبيتش. طبعا يجب انك تكون مفعل خاصيه الفويس اكسس بحيث انك تقدر تستخدم الوصول الصوتي داخل الويندوز او من شاشه تسجيل الدخول. بعد ذلك بتبتدي انك تحدد هذا الخيار الاول وعليه بشكل تلقائي عند تشغيل الجهاز، وعند الوصول لشاشة تسجيل الدخول هيتم فتح خدمة الوصول الصوتي، وبشكل تلقائي تقدر انك تتحكم من خلال الصوت في شاشة تسجيل الدخول. ايضا يضيف هذا التحديث تحسينات جديدة لخاصية مستشعرات التواجد لو جهازك يدعمها. طبعا اتكلمنا عن الخاصية دي قبل كده في العديد من الشروحات. مستشعر موجود على بعض الاجهزة الحديثة وظيفته استشعار تواجدك على الجهاز، وعند الابتعاد بشكل تلقائي بيدخل الجهاز في وضع السكون، وعند العودة للجهاز بيعمل إيقاظ تلقائي للجهاز. مايكروسوفت في هذا التحديث بتضيف ميزة جديدة لهذا المستشعر في الإعدادات قسم النظام، بعد ذلك الطاقة والبطارية، ثم هيكون في عندك البريزن سنسينج، وعليه هيكون عندك القدرة من تفعيل هذا الخيار أو هذه الخاصية استكشاف الانتباه اللي بدورها وبشكل تلقائي هتعمل على تعتيم الشاشة عندما لا تكون تنظر إلى الشاشة، وتلقائيا عندما تنظر إلى الشاشة هيتم تفتيح الشاشة أو إرجاعها مرة أخرى إلى الوضع المضيء. طبعا هذه الخاصية لتقليل استهلاك الطاقة. بما في ذلك تم إدخال تغير جديد على الإشعارات. بعد هذا التحديث لن يتم عرض عدد الإشعارات الغير مقروءة على أيقونة الإشعارات في سطح المكتب، وإنما عندما يكون لديك إشعارات هيكون جرس التنبيهات ملون بهذا الشكل، وعندما لا يكون لديك إشعارات سيكون الجرس فارغا بهذا الشكل. أيضا تعمل مايكروسوفت على إعطاء المستخدم الحرية في استخدام التطبيقات الافتراضية المفضلة بالنسبة له، أو تثبيت التطبيقات المفضلة بالنسبة له على شريط المهام، وعدم إجبار المستخدم على استخدام تطبيق معين كافتراضي أو تثبيت شيء معين على شريط المهام دون رغبة المستخدم. فمن بعد هذا التحديث عندما يريد تطبيق تثبيت نفسه لاستخدامه كافتراضيا أو تثبيت نفسه على شريط المهام، هتظهر معاك بطاقة لقبول تثبيت هذا التطبيق واستخدامه كافتراضيا أو تثبيته على شريط المهام، أو رفض هذا الأمر واستخدام التطبيق المفضل بالنسبة لك. أيضا يضيف هذا التحديث تغيرات جديدة أو إعادة تصميم على صفحة إعدادات مدير المهام بشكل يتوافق أو يتماشى مع مبادئ تصميم ويندوز 11 الجديدة. وبكده نكون استعرضنا عليكم أبرز وأهم التغيرات والميزات الجديدة المتوفرة الآن لويندوز 11 23 H2 بيتا من خلال آخر تحديث. طبعا لو إنك وصلت معنا إلى هذا الحد من الفيديو ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك، ولو عندك أي تعليق أو أي استفسار قولي في التعليقات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.